دي احد المقابر الموجودة هنا، طبعا مش هنبان من هنا كويس، هنطلع نصورها لكم من النقطة اللي فوق دي. طبعا المنظر جميل جدا من فوق. دي مقبرة من العصر البرونزي اسمها قبر أم النار، مكتوبة اهو، قطره 13 متر، بوينت 85. بيبقى عندهم المقابر ليها شكل معين كده متقسم بعلامة معينة.